الموضوع انا نحب اطمن خاطر برشا تخوف اطمن التونسيين والتونسيات ان لهم جيش قادر على حمايه بلادنا الحمد لله وانا م أنا مش جاي من فراغ اعرف معناها واقصد كل كلمه اقولها تحبوا تعرفوا راهو 2011 اول شاحنه مسلحه دخلت الى تونس تم القبض عليها وايقاف كل من فيها معناها من الوهله الاولى لم تتخطى 500 متر داخل الحدود التونسيه راهو ناكد ونعاود لنا جيش معناها نعتز به قادر مدرب وهو قادر على حمايه بلادنا وهو جاهز لكل الاحتمالات هذا لو نقولها مش على مسؤوليتي هذا شيء عشته لمده 38 عام واعرف عما اتكلم اذا لا داعي للخوف نتمنى الخير للاخوه الليبيين وان يعملوا العقل وان وأنا ادعوهم بهذه المناسبه الوحده لاني اليوم تشتتهم لا يخدم الا مصلحه الاعداء ومصلحه معناها من يريد منها شرا ندعوهم للتعقل وللتفكير وليس لهم إلا الوحدة الوطنية ومصلحة بلادهم لأنه ما يقع الآن كما قال الدكتور ينظر بشر كبير ولا يخدم إلا مصلحة معناها بلدان غربية بعينها لا تريد الاستقرار لمنطقتنا ومن مصلحتها أن تزعزع استقرار كل الدول وهناك دولة شقيقة بالذات هي المقصودة إذن دعوة للتعقل دعوة للتخلص من 30 مليون سلاح 30 مليون قطعة, قطعة سلاح, سلاح من 2011 الدور اليوم عندهم أسواق كما نحن عندنا سوق الجمعة وسوق السبت وسوق المواد الغذائية موجودة مع الأسف نقولها أسواق للأسلحة والذخيرة وزاد الطيل بنا هو وصول هال يعني الجحاف اللي جاية من أفريقيا والله أعلم من يندس فيها اذا دعوة من ولماذا دعوة شد شديد معناها شديدة اللهجة وللاخوة الاخوه للتعقل والتبصر وايقاف هذا النزيف قبل ان يندموا لانه لو ضرب استقرار ليبيا وسقطت الدولة الليبية فلن تقوم ثانية ربي يحمي ليبيا حقيقة الدكتور كتابنا اليوم كتابنا اليوم ل فقيد الجامعة التونسية البروفيسور منصف والناس مؤسس المدرسة التونسية للدراسات ومعناها الأنثروبولوجيا في ليبيا مم. وهو من أفضل من كتب ومن حلل الوضع الليبي ومعناها إن شاء الله الـ الـ الأجيال القادمة تواصل على المنوال نتاعو الكتاب اسمه ريفولت اي ريكونستروكسيون ان الهبه واعاده الاعمار في في ليبيا الملك وثائر الكتاب في الصفحه 141 يعطي أه وتكتب الكتاب عام 2013 م. أغزر سيد العميد عام 2013 11 السنه التالي ماذا قال هذا العملاق الله يرحمه منها سيد مصطفى الناس هناك جهل عميق لطبيعه السلطات الجديده في طرابلس حيث يقدمها البعض على اساس انها شرعيه ومتوازنه وحياديه في حين انها منذ تكوينها يعني عند عام بركره وقتها م. على اثر انهيار الدولة وتفكيك الكيان الليبي المستقل لا تعد ان تكون مجرد تحالف ميليشياوي